إن شاء الله بكرة النادي الأهلي في السادسة من مساء الجمعة يكون احتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بالحديقة الرئيسية بمقر النادي بالجزيرة بحضور الكابتن الكبير وأسطورة النادي الكابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة الموقرين. تتضمن الاحتفالية تكريم عدد من أعضاء النادي الأهلي والشخصيات العامة ممن شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة وكذلك عدد من أسر الشهداء. كما يتضمن الاحتفال عرض فيديو للمكرمين يتحدثون فيه عن دورهم في الحرب والبطولات التي جسدها جنود مصر البواسل، ويختتم الحفل النجم الكبير محمد الحلو وفرقته الموسيقيه حيث يجدوا بعدد من اغانيه. نجم كبير طبعا استاذ محمد الحلو، ان شاء الله بكره يبقى يوم مميز جدا في النادي الاهلي في حديقه النادي الاهلي، وان شاء الله ينورونا ويشرفونا كل الشخصيات و الأبطال وأسر الشهداء البواسل. إن شاء الله قناة النادي الأهلي هتكون ناقلة لهذا الحدث. تعالوا نشوف تقرير ونرجع لحضراتكم على طول. الأول خليني أقول كل سنة والشعب المصري كله طيب وأعضاء النادي الأهلي وقواتنا المسلحة البواسل. فعلا دي الأول مرة النادي الأهلي بينظم حفل تكريم لأبنائه أبطال حرب أكتوبر. خلينا نتفق على شيء، وهو أن النادي الأهلي هو رمز من رموز الوطنية في المجتمع المدني، وبالتالي وقواتنا المسلحة هي الرمز الدائم للوطنية في المجتمع المصري كله. فتلاقى هذا الفكر مع فكر مجلس الإدارة والكابتن محمود الخطيب والإدارة التنفيذية، واحنا كلجان ان احنا اقترحنا ان احنا لاول مره نقوم بتكريم ابطال النادي الاهلي، والنادي الاهلي مليء بالابطال. وحاجه النقطه دي بصراحه انا يعني مش قادر اقول لك، انا الفخر والعز اللي انا حسيت بيها لما بدات اتعامل مع هؤلاء الابطال وقوات كبار وشاركوا في تاريخ ناصع لمصر. فالحمد لله تلقت هذه الفكره، عرضناها على الاداره على المكتب التنفيذي وعلى مجلس الاداره. الكابتن الخطيب والمجلس الاداره والمكتب التنفيذي وافقوا على الفور، وبدأنا ان احنا ناخد الاجراءات بتاعتنا وسهلوا لنا كل العقبات بصراحه. اول ما بدأنا وعملنا اعلان، وده كان اول البروسس يعني اللي احنا عملناه، ان احنا عملنا اعلان في ثلاث فروع. بدأ يتقدم الينا اعداد. انتهينا دلوقتي ان احنا بنتكلم ده ما تم حصره من خلال ما تقدم، مخصوص ان هم كلهم ربنا يديهم الف صحه يا رب، يعني ممكن يكونوا مش متواجدين في النادي يعني، لكن احنا واصلين لاكثر من 58 شاركوا بشكل فاعل. ومميز. تواصلنا معاهم وعملنا كمان هنا فيلم تسجيلي مع اللي استطاع منهم ان هو يجي يحكي بطولاته يعني، وده ان شاء الله هيتعرض بكره اثناء الاحتفال والتكريم، واعتقد انه هيتعرض على قناه النادي الاهلي النهارده. لكن العدد كان مميز جدا جدا جدا. فوجئنا ببطولات ده مش غريب على النادي الاهلي خالص يعني خالص، ولا غريب على اولاد ولا غريب على ابناء القوات المسلحه، شيء مشرف. هو درع الامه وسيفها الى الان، سواء في الحرب سواء في السلام سواء في النهضه النهارده الاقتصاديه والانشائيه اللي بتحصل في مصر. فيعني ما شاء الله الله اكبر، يعني الحمد لله النادي الاهلي غني بابنائه. ان شاء الله هنبدا في السادسه، هنرحب بالساده الضيوف، هنعرض فيلم تسجيلي من الشؤون المعنويه، احنا تواصلنا مع الشؤون المعنويه القوات المسلحه. بعد كده الكابتن الخطيب هيرحب بالاخوه الافاضل المكرمين. يعقب ذلك فيلم تسجيلي مع ابطال النادي الاهلي. عندنا فقره تكريميه كده الاهل لبعض شهداء الارهاب الاخير في مصر، وده كان برضو دور من ادوار النادي الاهلي ان احنا لابد ان احنا نقوم بتكريم اسرهم. وبعدين هنتم تكريم كل الساده المكرمين، ثم يختتم ان شاء الله بقى من الساعه 8 بالفنان محمد الحلو. بالظبط، احنا فضلنا طبعا هو يكون، طبعا محمد الحلو اسم كبير، تاريخ طويل له برضو من الاغاني الوطنيه الكثير. جه النادي الاهلي اعتقد مره واحده قبل كده في الماضي، لكن دي ثاني مره، واتمنى ان شاء الله ان اعضاء النادي الاهلي يسعدوا بالحفل ده، لانه النادي الاهلي باختصار شديد جدا هو النادي الاهلي. احنا دائما بنبحث عن الانفراد، بنبحث عن الصداره، فزي ما بنبحث عن الصداره في جميع الالعاب الرياضيه، فانت بتبحث عن الصداره. واوعد اعضاء النادي الاهلي برضو من الناحيه الاجتماعيه ان احنا ان شاء الله، وانا قلت الكلام ده من حوالي شهرين ثلاثه، ان شاء الله اعضاء الجمعيه العموميه هيلمسوا تغير في الناحيه الاجتماعيه جوه النادي. اعتقد ده بدا يظهر ولسه هيزيد اكتر من كده، لكن هو ده النادي الاهلي، احنا اتعودنا على كده وتربينا على كده وتعلمنا كده ان احنا لابد يكون عندنا دايما الجديد، وان شاء الله في الفتره اللي جايه برضو في الجديد وقريبا جدا كمان.